السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حبيبتي انا لك ما فيش فلوس، بقول لك ما فيش فلوس اغنيها لك. ما فيش فلوس على الهوا، ما فيش فلوس. هقول لي اقول لك ايه؟ ناتشما ناتشما زي الناتشما. اشرف سعد، انا عايز اقول لك على حاجه. لندن سمكه بسبع سرليني، قال لي رحت نفس السمكه بشتريها لقيتها ب 23 جنيه استرليني. لندن لقوا في بريطانيا لندن استحمام للفرد سنويا 5 مرات في الاسبوع لمده 10 دقائق في السنه بتكلف ميزانيته من جيبه $650. $650 بكلمكم على لندن. والوضع لو استمر بهذا الشكل هيزيد تكلفه الاستحمام السنويه للمواطن البريطاني $1,227. حمى بعد كده هيكون بكوبايه ميه، كوبايه ميه كتير، ده كده تبذير. لندن بيتكلموني على الاسعار في لندن. طب انا لو جيت يا جماعه، يعني تفيت في دماغي وقلت يا جماعه في مصر يلا نقلل فترات الاستحمام. طب دلوقتي في الموبايلات بيعملوا رنات ببلاش، ما انتوا بقى مش هتعملوا بلات ببلاش؟ قال لي حاج اشرف السعد، بالمناسبه يعني مش سر، يعني قال لي عايز اقول لك على حاجه، نتكلم كده وبندردش دغري. قال لي طبعا ما انا شايف الحل. قال لي يا سلام، حماقه مني وعايز بقى اعمل ومش مصدق بقى الدوله بتستعين بيا بقى الدوله بقى. فخلاص طالما انا في العمليه يبقى خلاص، ما هي خلاص فعلا. اللي بقت العربيه النهارده حمل على اي واحد بيعيش في بريطانيا، حمل. انا بكلمكم على اشرف السعد يعني، ومواطن كلكم عارفينه عايش في لندن بيقول على الاسعار دي. دينا سنه طويله، ولذلك انا بقول لحضراتكم يجب التعامل مع هذا العام انه كله رمضان، كله من اوله لاخره، كله رمضان ممكن توزيع للخير، وكله رمضان بركه. اللي يشعر ان عنده مشكله ماليه في الفلوس طلع اللي معاك. لندن طلعوا لاي احد، ربنا هيديك اكتر، اصل انت مش اكرم من ربنا. يا سلام عليك في الاقناع يا حوده، تصدق انت حليت النصب في عينيا.